واحد وعمال يسيب بعض ويروحوا على المديريه ويولعوا فيها وتصريف وعمال تقليديه كل ده بيضر البلد والله العظيم. لا هم هناك عشان الناس اللي ماتت اللي على المديريه الناس هناك هو رفض وعمال عشان الناس اللي ماتت يلا بينا ربنا يستر محمود بيقعد يقول لك في استفتاء يلا سكه بقى شويه يقول لو مش عايزيننا يبقى استفتاء هو يعني بيهرب شويه انت بس متاكد في الثانيه مش هتبقى ثلاث شهور يعني وقف في الانتخابات ووقف كل حاجه كانت ثلاث شهور وبعدين استفتى وبعدين نتيجه الاستفتاء وبعدين نبتدي ايه ده؟ ايه ده؟ يعني دي ممطله؟ ايه ممطله طبعا ممطله احنا لو عايزين نامن انتخاباتنا ان الشباب ده يقف على اللجنه لان هم هيسلطوا علينا الفلوس وهيسلطوا علينا البلطجيه وهيخوفوا الناس تنزل النهارده الناس خايفه تنزل عايزين نأمن الناس ونروح ونأمن الناس يوم الانتخابات على اساس الناس فيها امان وتنزل عشان ما ينجحوش ما يستولوش على السلطه ايه ثلاث شهور ايه السفت ده؟ السفت ايه يا عم؟ الله ما انت عمال تطلع بيان دستوري وبيان دستوري من غير السفت ما انت هتلغينا دستور من غير السفت عشان تمشي عايز السفت هو انت جيت بالسفت يعني انا عايز اساله السؤال انه انت جيت بالسفت عشان تمشي بالسفت انت اللي جابك الراجل المخلوق واحنا ارتضيناك هو بيرمي الكره في الملعب بتاعنا واحنا عايزين نمشي اعملوا استفتاء ليه؟ الكلام ده لما تكون جيت بالسفت لو انت جيت بالسفت تمشيش نفسك وبعدين الشعب مش عايزه لا 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 ده هي لعب لا الجماعه دول بيلعبوا لعب حضرتك في النبي دانيال دلوقتي ضربوا الناس مشيت مسيره حاليا كمان دلوقتي كمان لا على الجريده على النت لا امال ايه؟ امال ايه؟ هقول لك استاذ محمود انا عايز اقول لحضرتك على حاجه اللي احنا شايفينه ان الليبراليين والعلمانيين مش مصلحتهم الانتخابات اتعملوا هم اللي بيعملوا كده وهم اللي بيقول الناس كده بمساعده شباب سيد